احلى متابعين في الدنيا، اشترك في قناة اخبار الفنانين مع نادين عشان تعرف كل الاخبار الجديدة، وهتنسى كومنت ولايك. عراف يقرأ كف بفيديو نادر لسمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عام، وما تنبأ به لهما حدث بالفعل. خلال تواجد الفنان سمير غانم وجورج سيدهم في احدى الحلقات التلفزيونية من اكثر من 40 عام، تنبأ عراف يقرأ الكف للفنان جورج سيدهم وقال له: ما تزعلش لانك اتعرض لمرض بسبب سوء الحالة النفسية والعصبية، وده اللي حصل له بالفعل. تعرض لأزمة نفسية تسببت في بقائه على كرسي متحرك لعدة سنوات. اما الفنان سمير غانم قال لي: ما تسرحش وانت ماشي في الطريق، وده اللي اكدته الفنانة دلال ان سمير غانم بينسى كتير وبيسرح. وقال له: اتنين من ذريتك هيكون ليهم مستقبل كبير وهتفرح بيهم قوي، وهم دول فعلا بناته ايمي ودنيا، وهتحقق في حياتك أربع مفاجآت سارة لم تحلم بها دلوقتي مش موجودة في ذهنك، منها طبعا الشهرة، المال،